يوم عرفة، يوم المباهاة، يباهي الله بعباده ملائكته. تشرق في عرفات وحدة الأمة، في إقبالها على بارئها وتبتلها وإخباتها تتجلى معاني الإنسانية العليا بأروع حللها وأبهى صورها. عرفة منبر الأرض. بياض لباس المؤمنين في عرفات ترجمة حية خلابة لبياض الأفئدة ونقاء الأرواح الطاهرة. أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف. ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. أمة الإسلام. في خطبة عرفة يشارك الخطيب حشود المسلمين. فكان في دين الإسلام تأصيل مبادئ الأمن والاستقرار، رحمة من الله لنت لهم في ذلك الموقف المهيب، صلى الله عليه وسلم، والحرص على إقامة الشعيرة بشكل صحي. فتخرج الكلمات من قلبه إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد، لتستقر في قلوبهم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من أسباب الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية بإذن الله. ومن هذا المنبر نشكر الدور الإيجابي من المسلمين كافة، تجاوب مع إجراءات الدولة لحمايتهم من تفشي هذا الوباء. هذه الخطبة للشيخ عبد الله بن منيع كانت في زمن الجائحة، جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بيسره، والتي وقف العالم أمامها متحيراً بكل طاقاته من الدول العظمى إلى غيرها، ولم يكن هنالك إلا لطف الله تبارك وتعالى والرجوع إليه، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. شيخ عبد الله ذكر بهذا حتى تطمئن النفوس، وحتى يرجع المؤمن إلى ربه في كل ما يعانيه، فأمر المؤمن كله خير. وهذه كانت دلالة عميقة في ما يتعلق بالكوارث، وفيما يتعلق بالجوائح، وما يتعلق بكل ما يريد الله سبحانه وتعالى في كونه، وهو المتصرف في كونه سبحانه جل وعلا. كما ذكرت كذلك بكلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بتعريفه في أحاديث عديدة، ومن بينها ما أشار إليه الشيخ في هذه الخطبة بمدلولات مقامات الدين إسلاما وإيمانا وإحسانا. وهذه الخطبة كذلك تناولت جوانب أخرى تهم حياة المسلم في حياته اليومية، كيف يتعرف على نعم الله، وكيف يشكرها، وكيف يحرص عليها. فهذه خطبة حقيقة معانيها خالدة باقية يحتاج إليها المسلم في تدبره في كل وقت، فجزاه الله خير الجزاء. أيها الناس، إن الحياة الدنيا لا تسلم من المصائب، ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصبر، حيث قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خطبة قيمة جدا، والعالم يعرف في ذاك الوقت كانت مواسم غير جيدة، يؤكد خاصة على القدر، قضاء الله وقدره هو الذي يجري في الكون، يجري في الإنسان.
فكم من الناس الذين حجوا السنة الماضية وصاموا معنا وكانوا أقارب وأصدقاء، كيف كانوا ضحية لهذه الجائحة كورونا، كيف أكد على الأمة والإنسانية بالبشارة في هذا الوقت الحزين والكئيب يكتئب الناس في ذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تقديراً لمكانة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع الرفيعة في العلم، اختير مستشاراً في الديوان الملكي، ثم أجد الله عليه من نعمه حين اجتباه المقام السامي خطيباً في مسجد نمرة عام 1441 للهجرة، لتكون كلماته منارات هداية للحجيج. أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها. المؤمنين بقول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هل من مجد أسمى للشيخ المنيع من هذا المجد؟ إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا. ولادة الوالد سنة الدبدبة عام 49 هجري في شوال، وكانت في شقرة، وتربى في أسرة صغيرة متدينة بسيطة، وكان والده يعمل في التجارة المتنوعة، كانت التجارة المتنوعة دائما معتادة في القرى الصغيرة. التحق الوالد بعمر السادسة في شقرة بالكتاتيب، وكان يدرس من ضمن مدرسينه الشيخ عبد المجيد جبرتي، وكان من ضمن دراستهم في ذاك الوقت الكتابة والقراءة وحفظ القرآن الكريم. بعد دراسته في الكتاتيب فتحت المدارس الابتدائية في شقرة، والتحق بالمدرسة الابتدائية في شقرة وهي كانت الوحيدة، وكان الأستاذ عبد المجيد هو اللي مسؤول عنه في دراسته الشيخ عبد المجيد، ودرسه إلى أن تخرج ووصل عمره 15 سنة، وتوفي والده في ذلك السنة وعمره 15 سنة. لكن والدته حصة الدويس وأم أبيه نورة المنيع كان لهم دور كبير جدا جدا في معاونته وتجسيره بالقيام بهذه العائلة. فكر بالانتقال للمنطقة الشرقية للعمل هناك، فعمل بين الأحساء ورحيمة في التجارة. بعد عمله 3 سنوات في المنطقة الشرقية وتعلقه بتكميل دراسته وشغفه لإكمال دراسته، كمل دراسته في المعهد العلمي في الرياض، وكان من ضمن من درسه في المعهد العلمي الشيخ ابن حميد والشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وكمل دراسته إلى أن وصل المرحلة الجامعية وتخرج من جامعة الإمام عام 77 هجري. ولشغفه بالعلم سافر إلى مصر والتحق بجامع الأزهر ودرس الفقه الإسلامي هناك، واستفاد من مجموعة من علماء الأزهر في ذلك الوقت. أما حياته العملية فبدأها بالتدريس، ثم ذهب إلى الإفتاء، ثم القضاء، ثم تخصص وأبدع في المصرفية الإسلامية، وبذل مجهود كبير في هذه المصرفية الإسلامية وأخذت كثير من وقته. وقد من الله عليه بتكليفه بخطبة عرفة عام 41، ومن الله عليه بمرافقته في تلك الرحلة المباركة، ومن أجمل لحظات حياتي مرافقة الوالد التي دامت 20 سنة تقريبا. أتمنى وأدعو من الله له الصحة والعافية وأن ينفع بها الإسلام والمسلم. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وممن نحسبهم من هؤلاء الشيخ المنيع الذي بلغ 96 من عمره المبارك
وقد قضاه ولا يزال في العلم والدعوة والنصح والإرشاد. اختير عضوا في هيئة كبار العلماء ومستشارا شرعيا في الديوان الملكي. سبق له العمل في ميادين التعليم والقضاء الشرعي. عين قاضي تمييز ثم رفع إلى منصب رئيس محكمة التمييز. سمي عضو إفتاء ونائبا عاما للإفتاء في الشؤون الإدارية والمالية. اشتهر بخبرته الكبيرة في دراسة المعاملات النقدية والمصرفية، وهو عضو فيما يزيد على 70 هيئة من الهيئات والمجالس الشرعية الخاصة والعامة. صدر للشيخ عدد من الكتب التي عم النفع بها، منها الورق النقدي، تاريخه، حكمه، حقيقته، وبحوث في الاقتصاد الإسلامي، ورسالة في زكاة عروض التجارة، وفتاوى الحج. واختيارهم للشيخ عبد الله بن منيع الذي كان رجلا جامعا وموسوعة في العلم، كما كان موسوعة أيضا في دراية، الدراية الكاملة لأحوال العالم الإسلامي، اللي يأخذ أيضا موقعه في منبر عرفة نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطاب المؤمنين في ذلك الوقت، هذا يعكس مكانة الشيخ عبد الله بن منيع، واللي حقيقة هو تميز بكثير من النبوغ في نطاق هيئة كبار العلماء، وتميز بكثير من النبوغ في علاقاته بعلماء العالم الإسلامي الآخرين، ولذلك هو جدير بأن يصعد منبر عرفة، وجدير بأن يخاطب المسلمين بكل تلك المعاني التي خصه بها، أطال الله بقاه ومتع به الإسلام والمسلمين. سماحته معروف بعلمه وبمعرفته وبمعرفة الزمان والمكان، وخاصة هذا العصر الحاضر، فإنه عالم كبير ملم بما يحدث في العالم. والشيخ بهذه المكانة الرفيعة التي احتلها كان يستحق أن يكون رئيسا على المنابر، وخاصة على المنبر الكبير، منبر الشريف، وهو منبر عرفة. في بطاح عرفات تتنزل البركات والرحمات، فتردد جموع الحجاج بقلوب منيبة خاشعة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. السماء تطبع على أهل الموقف في عرفات من رحيق الصفو إشراقات، ومن ضراعة الأفئدة رحمات. عرفة بذات تجسد دلالة خاصة في ركن أساسي من أركان الإسلام، وهو الحج. الحج الذي بدأ بأمر الله تبارك وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام: وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا نداء كان في عالم الأرواح، واستجابت له أجيال البشر جيلا تلو جيل، وتستجيب له إلى يوم الدين. احتضنت وخص الله به أرض المملكة العربية السعودية التي تجمع كل المسلمين في هذا الموسم المبارك القادمين من شتى أصقاع العالم. لذلك منبر عرفة هو منبر يجسد معاني كثيرة ودلالات كثيرة في خطاب الله تبارك وتعالى للمؤمنين ولغير المؤمنين. فنرى الخطاب في القرآن بشكل عام: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. الخطاب خطاب جمعي، ولذلك رسالة الإسلام مدلولاتها مدلولات جمعية، حيث يفد إليه من كل الجهات ومن كل الآفاق المسلمون ومن كل فج عميق للحج، إلى وخاصة العرفة، الحج عرفة، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، وكانت خطبته خطبة للإنسانية جمعاء منشورا عظيما. مدلول شهادة الرسالة تصديق محمد صلى الله عليه وسلم، والحرص على إقامة الشريعة وصلاحها وسعادتها وفيه خيرها وهدايتها. يسير خطباء العالم على خطى قدوتهم الرسول المصطفى الذي اعتلى منبر الأرض.